إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن البرق. مثل ما تلاحظون في هذه الصورة أنها ومضت برق في منتصف الليل، بالمصادفة التقطتها أحد هواة التصوير، وكان عن بعد عدة أمتار فقط من مركز ضربة البرق. قد أضاءت هذه الومضة منطقة كبيرة وشاسعة، وكأن الشمس تشرق في منتصف الليل. مع العلم أن هذه الومضة حدثت الساعة 12 ليلا، ويقول هذا المصور: لقد أحسست في هذه اللحظة وكأن بصري قد خطف مني. هذا الإحساس الذي رآه هذا الشخص وهو بالقرب من شعاع البرق صوره لنا القرآن بدقة قبل 14 قرنا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يكاد البرق يخطف أبصارهم، سورة البقرة آية 20. صراحة لا نملك إلا أن نقول سبحان الله والله أعلم.